نشر في الحساب الرسمي لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله اليوم الجمعة 27 من شهر تشرين الأول لسنة 2023 تغريدة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن هذا المنطلق منطلق نصرة المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما نصرة لإخواننا وأهلنا في فلسطين وغزة الحبيبة. أطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بكل فئاته وتوجهاته ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة، مع الالتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته. ونحن ننتظر جواب الحكومة وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالبة: غلق السفارة الأمريكية في العراق. وإن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً، وعلى الجميع التزام الطاعة وعدم التصرف الفردي وتجنب استعمال السلاح مطلقاً، آملين من محبي الجهاد ومحور الممانعة عدم الممانعة لهذا المطلب بحجة الضائقة الاقتصادية بسبب الخزانة الأمريكية، فإن السكوت المطبق سيؤدي إلى التطبيع والشذوذ والفقر لا سمح الله تعالى. والله ولي المؤمنين. مقتدى بن السيد محمد الصدر.